السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا على قناتكم عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. نكمل إن شاء الله رب العالمين مع بعض النهاردة أحكام تلاوة القرآن الكريم، وهنتكلم النهاردة عن صفتين لبعض الأحرف. أول حاجة صفة معناها هي صفة الصفير، والصفة التانية هي صفة اسمها التفشي. أول حاجة يا جماعة صفة الصفير، وهي صفة من الصفات القوية للحروف. طيب ما هي أحرف الصفير يا جماعة؟ حروف الصفارة 3، والعلماء بيقولوا على صوت الصفارة ده يشبه صوت الصفارة الخارجة من الطائرة. 3 حروف دول هم السين والصاد والزاي، سين صاد زاي. لو حضرتك بصيت كده، يعني السين حرف مرقق، الصاد حرف مفخم، فبيصحب الصفارة صفات الحرف، يبقى السين والصاد والزاي هذه هي حروف الصفير. وده لك تيجي تدخل مثلا المسجد والناس بتصلي مثلا السنة او حاجة، فتيجي تدخل تسمع تلاقي واحد بيصفر كده في الصلاة، لانه حروف من حروف الهمس برضو، وفي نفس الوقت حروف الصفارة، فتسمع الصفارة للسين والصاد والزاي، ولا تسمعها لاي حرف اخر، لا تسمع صفارة للميم ولا للكاف ولا لهذه الحروف. فهذه الصفة هي صفة لهذه الثلاث حروف اي. فإذا هذا الدرس ان لما تلاقي حروف ديت تبقى حريص انك تصفر. ديت حروف الصفير، اص ص صو اس س سو سي صي، كل هذه هي صفات الحروف، والحروف دي بتصفر على اي وضع، اذا كانت ساكنه او مفتوحه او مضمومه. اما الصفه الثانيه معنا اليوم وهي صفه التفشي يا جماعه، والتفشي هو معناه انتشار الرياح في الفم حال النطق بالحرف، وهي صفه لحرف واحد في اللغه العربيه، الا وهو حرف الشين، شين اش شا شو شي. فهذا هو صوت انتشار الريح في الفم عند النطق بحرف الشين، شاكرا شاكورا لعلكم تشكرون. وهذه الصفة ملازمة للحرف إذا كان ساكنا أو مضمونا أو مكسورا. ونأتي الآن لفقرة القراءة. سورة الشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، حرف الشين في الشمس يا جماعة في هذه الحالة بنعمل ايه؟ بنعمل فيه التفشي. والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، من زكاها ازاي حرف صفير، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، اذ انبعث اشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. النهارده ان شاء الله ما طلعناش احكام كتير، لان خلاص بقى المفروض ان حضرتك وصلت معايا لدرجه انك يعني بقيت كويس جدا، ومش هنقعد نشرح في كل حكم، خلاص تلقى وتعلم والله المستعان. ده الفيديو بتاع النهارده، ارجو حضرتك تفضل لايك وشير الامر، حضرتك شوف ناس سبسكرايب في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.